اخبار المساء. لاسارتي بيجهز للخطه المقبله وخطه المرحله المقبله بالنسبه للنادي الاهلي، وده اكيد مستر لاسارتي حتى لو هو في اجازه اكيد بيتابع كل الامور الخاصه بالنادي الاهلي خلال المرحله الحاليه واستعدادا لما هو قادم للنادي الاهلي. اللي قادم ايه للنادي الاهلي؟ عندك فتره تحضيريه بالتحديد في استاد مختار التتش، بعديها مباشره معسكر يوم 2/7 في اسبانيا. كابتن سيد عبد الحفيظ كان سافر مع الكابتن امير توفيق طبعا مدير اداره التعاقدات بالنادي الاهلي عشان ينسقوا بخصوص المعسكر وينسقوا بخصوص ملاعب التدريبات وفندق الاقامه، مقر اقامه النادي الاهلي في اسبانيا. فاستعداد مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي خلال المرحله اللي جايه. مستر لاسارتي بيفكر ازاي؟ بيفكر في بعض اللاعبين اللي هو محتاجهم جدا جدا، سواء يكونوا اضافه للنادي الاهلي من حيث الصفقات او حتى الابقاء على بعض اللاعبين المتواجدين الفتره دي مع النادي الاهلي والتمسك بهم. وده اللي بيفكر فيه مستر لاسارتي. في المقابل في اكيد لاعبين مستر لاسارتي ممكن ما يكونش محتاجهم واكيد بلغ بيهم او لسه ما استقرش بشكل نهائي على بعض هؤلاء اللاعبين. لكن الاهم بالنسبه لنا كلنا ان ايا كان مين اللي هيكمل مع النادي الاهلي او مين اللي هيرحل، لان دي سنه الحياه وده طبيعي جدا ان هو يحصل. لكن مهم جدا ان احنا اكيد واثقين في وجهه نظر مستر لاسارتي، واثقين في المسؤولين عن الكره في النادي الاهلي، وكمان واثقين في انفسنا كجماهير للنادي الاهلي، او كل جماهير النادي الاهلي واثقين في ناديهم ومتاكدين ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه والموسم الجديد باذن الله النادي الاهلي يكون موفق في احراز بطولات كتير قوي، مش بس بطوله ولا اثنين، لا اي بطوله ان شاء الله النادي الاهلي يفوز بيها او يشارك فيها تكون من نصيبه باذن الله، وده دايما طموح جمهور النادي الاهلي وجمهور النادي بيبقى مستنيه بفارغ الصبر. الخطه كمان بتكمن في ايه؟ بتكمن في ان مستر لاسارتي كان وضع بعض الاسماء اللي ممكن يكون كان عايز يتعاقد معاها. في نفس الوقت بيضع بدائل لهذه الاسماء، ليه بقى؟ لان انت ممكن تحاول تتفاوض مع بعض اللاعبين انديتهم ما ترضاش تسيبهم. ممكن تحاول تتفاوض مع بعض اللاعبين تلاقي المبالغ عاليه زياده عن اللزوم. ممكن تخسر صفقه، ممكن تفوز بصفقه، فبالتالي انت طبيعي ان انت بتحط بدايل للصفقات دي علشان لو ما وفقتش في الهدف الاول بالنسبه لك تدور على الهدف الثاني على طول في نفس المركز اللي انت محتاجه. فاكيد ده اللي في فكر الجهاز الفني للنادي الاهلي وبالتحديد في فكر مستر مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي.